السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ولاية مستغانم، حيث سوف نقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع إنشاء أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر، واللي تقع في الجهة الشرقية لمدينة مستغانم على شاطئ البحر. ونشوف الصورة هنا، هذه المحطة اللي يعني راهي نسبة الأشغال بها حوالي 70%، واللي تستعمل طاقة الغاز، تحول الغاز إلى مادة بالكهرباء، وكذلك فيه محطة لتحلية مياه البحر لاستعمالها في التبريد بالتقنية، لأن الإنتاج بتاع الكهرباء هذا يستعمل توربينات ضخمة، 3 توربينات ضخمة تحتاج إلى تبريد، ويستعملوا فيها تبريد بواسطة مياه نتاع البحر المحلات إذا. وللعلم أنه تغطية الكهرباء بولاية مستغانم يصل إلى 95% لحاجيات السكان من ولاية مستغانم، وكذلك نسبة تغطية حاجيات نتاع سكان ولاية مستغانم بالغاز تصل إلى حوالي 65%. إذن هذه هي النسب، والمحطة هذه سوف تساهم لا محالة في تطوير المناطق الصناعية في المنطقة، وتساهم في المنظومة الوطنية للمحطات نتاع الكهرباء لإنتاج الكهرباء في الجزائر. وللعلم كذلك أنه الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي تعتبر أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر تصل إلى حوالي 1500 ميجاوات سنويا. إذن هذه هي مواصفات هذه المحطة. وكما نعرف كذلك أنه توجهات جديدة للجزائر لتصدير الكهرباء نحو دول أوروبا، فهذا أكيد سوف يساهم في عملية تصدير الطاقة الكهربائية باتجاه جنوب أوروبا، ويساهم في تنويع مصادر الثروة ومصادر العملة الصعبة في بلادنا. إذن هذا هو، اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.